أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكراتها الشبابية تحت شعار مبادرة أجلياث لتأهيل الشباب وكوادرهم التطوعية. ويأتي المعسكر بمشاركة 160 من شباب الجامعات والمتطوعين على مدار 3 أيام، حيث يتضمن برنامجا شاملا ومتنوعا بهدف تنمية المهارات وتعزيز الوعي لدى الشباب. احنا النهارده في اليوم الاول من المعسكر التدريبي الاول لمؤسسه حياه كريمه لعام 2024. عمليه انتقاء المتدربين وعمليه اختيارهم استغرقت اكتر من شهرين. بدانا مع الطلاب في فتره الامتحانات بمبادره وي سبورت، كنا من خلالها موجودين مع الطلاب خلال فتره امتحاناتهم، بنقدم لهم الدعم النفسي وكمان بنعرض معاهم خطه مؤسسه حياه كريمه لصيف 2024. متحمسة جدا بعد ما عرفت ان في منافسة ما بيننا وبين محافظات تانية، ان شاء الله المحافظة بتاعتنا تبقى المركز الاول. ومتحمسة جدا بعد ما شفت الاجندة بتاعت النهاردة ومليانة وركشوب كتير، وخصوصا ان احنا هنتكلم عن القضية الفلسطينية وتأثيرها على الامن القومي المصري. اسيبكم بقى عشان اشوف انشطة اليوم النهاردة. سجلت على اللينك، اتقبلت، جالي رسالة القبول، رحت المحافظة في كفر الشيخ للمعسكر، سجلت ومليت بياناتي، اتقبلت في اول معسكر لحياة كريمة في محافظة الإسماعيلية. موجودين النهاردة في اليوم الثاني من معسكر حياة كريمة أجيليوس محافظة الإسماعيلية. يعني يمكن ابدا من كلام القيادة السياسية ان احنا محتاجين نتكلم مع شبابنا، فاحنا موجودين النهارده علشان نتكلم مع شبابنا ونسمعهم، ونسمعهم هما بيتكلموا مع بعض بيفكروا في ايه، ايه اللي هما محتاجينه علشان يواجهوا اي تغييرات او اي التغييرات الحاده بالذات اللي بتحصل على مستوى العالم حاليا. اهم حاجه بتميز معسكرات حياه كريمه هي ان الشباب المتطوعين القدام مع شباب الجامعات اللي حابين ينضموا لحياه كريمه بيقعدوا مع بعض ايام المعسكر في نوع من انواع التعايش. الحقيقة إن دي أول مرة أشارك في معسكر لحياة كريمة. أنا الأول عرفت إزاي المعسكر ده، أنا كنت قدمت على أبليكيشن على الويب سايت وجالي إن أنا أروح أعمل انترفيو الأول، ورحت وعملت الانترفيو ومليت الاستمارة، وساعتها عرفت إن أنا هسافر المعسكر. الحقيقة إن أنا هي فعلا أول مرة، ولكن أنا استفدت كتير جدا. أنا على فكرة من أصغر المتطوعين الموجودين في حياة كريمة، أنا سني 15 سنة، وده بيدل إن مؤسسة حياة كريمة بتدعم الشباب وبتدعم الأطفال اللي هم سنهم صغير. أنا طبعا سعيد إن أنا موجود النهارده في المعسكر. اتعلمنا حاجات كتير قوي من المعسكر ده، ومن ضمنها ان احنا اتعاملنا مع المحافظات التانية، ما بقيناش قاهرة ومحافظات، لا كلنا بقينا واحد. النهارده معسكر حياه كريمه ولمؤسسه حياه كريمه يعني بتقوم بيه زي ما بنقول من A to Z. الحقيقه المعسكر كان فيه ورش تدريبيه كتير جدا على محاور مختلفه، كان في مهارات التواصل، فده كان هدف برضو من اهداف المعسكر، ان هو اهميه التطوع واهميه اثره على المجتمع عشان نقدر نوصل لاكبر كم من الناس عندهم احتياجات فعلا ونلبيها. وباذن الله ده مش يعني دي نقطه انطلاق زي ما بنقول، المعسكر استهدفنا 160 شاب من اقليم الدلتا بس، لكن بعد كده ان شاء الله هيكون في، يعني احنا هدفنا السنه دي ان احنا يكون في 2000 شاب بينضموا معانا في المعسكرات، فزي ما نقول دي نقطه البدايه لسه، والمعسكرات اللي جايه ان شاء الله تكون احسن واحسن. احنا خلاص وصلنا نهاية فعاليات معسكر أجايل يوث اللي عملته مؤسسة حياة كريمة المعسكر الأول في صيف 2024. الحقيقة أن أنا استفدت جدا، دي أول مرة أشارك في معسكر شبه كده، والحقيقة أن أنا نميت كتير قوي من مهاراتي، وقدرت أن أنا أتعرف على ناس جديدة مش بس في محافظتي ولكن في محافظات تانية، وقدرت أن أنا أكون نتورك كبيرة قوي من العلاقات. سعيدة بالمشاركة دي، وأتمنى أن هي تتكرر تاني مرة واثنين وثلاثة. النهاردة كان ختام معسكر أجايل يوث، كان المعسكر الأول من نوع نادي، وبجد معسكر انا حزين انه انتهى النهارده علشان كان مثمر جدا.
وبشكر مؤسسة حياة كريمة على المعسكر دوت، وأتمنى يكون في فرص أكتر إن احنا نتجمع مع بعض ونستفيد من خبرات بعض، وشكرا مؤسسة حياة كريمة. بنهاية اليوم نختم الختام المعسكر. النهاردة استمتعت جدا، وبصراحة أنا استفدت في المعسكر ده إن أنا تعرفت على ناس جديدة من محافظات مختلفة.